الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في فايلوك الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفرس. هم عاملين عروضات من 20% ل70% على الملابس الصيفي بس. انا صورت لكم كل الملابس الصيفي اللي عليها عرض، بس قلت ايه اصور لكم الشتوي بالمرة، هو مش عليه عرض، بس تاخدوا فكرة ايه الشتوي اللي موجود هناك. دي بالنسبة للحريمي. يعني هنا في تونزات اهي على كام؟ على 34.5 ريال. كل الستاند ده على 34.5 ريال. ده شتوي. وفي بنطلونات اهي، يعني الواحد ممكن يختار البنطلون. البنطلونات دي على كام؟ على 23 ريال. والتوينز على كام؟ على 34.5 ريال. اه في منه كل الالوان. اه بس الرصاصي هو اللي ايه اللي طغى على الكل. يعني اهو 34.5 ريال. في بنطلونات اهي منقوشة، قلوب بيضة زي قلوبكم كده، البنطلونات دي على كام؟ وفي رصاصي اهو وابيض اهو على 23 ريال. كل الستاند ده على 23 ريال. والتونزات دي على كام؟ على 34.5 ريال. اهي في منها كل الالوانات اهو. أربعة وتلاتين ريال ونص يعني. أنا قلت أصور لكم بالمرة تاخدوا فكرة، عشان ممكن حد يقول لي ليه ما صورتش الشتوي. أهو أهو كل الجواكت دي على كام؟ البنطلونات دي على 23 ريال. أهو أسود القماشة، ده قماشة حلوة أوي. هو اسود قوي بس في الكاميرا مش باين ان هو اسود، باين ان هو بني، لكن هو اسود اسود يعني. وشوف لما بعدنا السواد بتاعه بقى. كل دي شتوي. اللون ده جميل برضو. والاخضر ده اخضر اخضر يعني حلو. دول حلوين قوي. والبنطلونات اهي 34.5 ريال. البنطلونات ده هي كولات اهي سودا، بس مش مكتوب فوق. ده اهو كل دول حاجات الواحد يلبسهم ويدفي بيهم. اه على 23 ريال الحاجات دي، 23 ريال. اللي هي البروفالات دي ولا دي حاجات شتوي موجودة وفاين لوك. اه شكلهم حلو كده ومتعلقين. كل الالوانات متشابهة اهو. حلوين دول برضو. دول على كام؟ وفي حاجات شتوي حلو اهو. حلو الاصفر ده او المستردة ده حلو، وبزعبوط. هو كلهم بزعبيط يعني. ب51 ريال ده، وده فرق تقيل جدا ب69 ريال. شكله حلو ب69 ريال. اهو ده صوف 23 ريال. وهنا صوف برضو على 23، بس ده بزراير.
هو الموضة الرصاصي ولا ايه؟ كله رصاص. اوريكم حاجة، انا عمالة الف زي النحلة اهو. دول برضو حلوين وجلد اهو. دول على كام؟ على 34 ريال. يجوا كده اهو، كل دي كلها حاجات شتوي. البنطلونات اهي الطريه دي، منه ده الكارو ده جميل جدا، وصوف يعني تقيلة، ب28 ريال 75 هلا. ده صيف. البنطلونات دي على 17 ريال ورب. حلو البنطلونات دي. اهو يا جماعة، ده الشتوي اللي موجود في فاين لوك. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.